أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الخميس 7 أكتوبر تشرين الأول 2021. اليوم أنت شخص متغير، أنت مستمتع بأفضل، وأنت على الرغم من أنك كنت متحدث جيدا دائما، سيسمح هذا للجميع بمعرفة أنك لم تعد أنانيا وأنك على استعداد للعمل من أجل مصلحة الآخرين. ستقدم لك سيدة تبلغ من العمر حوالي 40 دعما كبيرا لك. عاطفيا، اليوم قد تجمع القليل من المعلومات المهمة بخصوص شريكك والتي ستساعدك على تكوين رأي يرسل لك وشريكك إشارات مربكة لبعض الوقت. ستساعدك المعلومات التي تحصل عليها اليوم على فهم المنطق الكامن وراء سلوكك، وبالتالي ستؤثر على مسار العمل المستقبلي. كن مرنا بما يكفي لمهارة الأشياء الجديدة. مهنيا، من المتوقع عدد من النجاحات الرئيسية والثانوية على الجبهة المهنية اليوم. قد تحصل على بعض المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة منذ فترة، أو قد تحصل على مكافآت غير متوقعة. قد يتم منحك عرضا ترويجيا طال انتظاره، أو قد تحصل على مكتب الزاوية المرغوب فيه. الأشخاص العاطلون عن العمل أو أولئك الذين كانوا يتسوقون لأنهم يريدون ترك وظيفتهم الحالية سيحصلون على أخبار جيدة اليوم. صحيا، عليك أن تتعلم كيف تتحلى بالصبر مع نفسك ومع الآخرين. قد تنشأ مواقف مختلفة لن تجعلك تحصل على مكاسب للتعامل مع نفسك. في مثل هذه الأوقات تحتاج إلى غرس عادة انتظار حدوث الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. اذهب للنزهة في الصباح الباكر، وإذا كان بإمكانك محاولة المشي حافي القدمين على العجل. توقعات برج الحوت للرجل: تجنب القيل والقال وكن حريصا على الصمت بعيدا عن التصرفات المرتجلة والمتسرعة. أنت من محبي الكمال، فلا تتوقع من نفسك ما لا تستطيع هذا اليوم، وعبر عن مشاعرك حتى لو كانت حزينة بشكل يتناسب مع ما تشعر به دون أن تفكر بكبته. توقعات برج الحوت للمرأة: أنت لست ملاكا، أنت إنسان طبيعي بداخلك الخير والشر يجتمعان، وأنت المتحكم الأول بهما. اليوم وازني خياراتك جيدا، وعليك الحفاظ على خصوصيتك بعيدا عن أعين البعض. ولماذا يتلصصون عليك ويتناقلون أخبارك؟ عليك وضع حد لذلك اليوم. توقعات العلامة الأولى مواليد 19 فبراير إلى 1 مارس: تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي، يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة، حيث لن تنجح في أي شيء تفعله، لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضا لأن ذلك لن يساعد في شيء. ابحث عن عائلتك لتشعر بقربها واقبل المساعدة من هذا الاتجاه، فمن خلال هذا الدعم سوف تتمكن من اجتياز هذه الأوقات الصعبة. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 مارس إلى 10 مارس: أنت لست في حالة مزاجية جيدة اليوم، بحيث تكون متفتحا مع الآخرين، وربما كان عليك أن تقبل بعض النكسات في الوقت الماضي، وهذا أثر على ثقتك بمن حولك. خذ الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى حل لهذا الموقف. بعض القيود مطلوبة أيضا فيما يخص صحتك، يحتاج جسمك إلى الراحة بشدة بدلا من ممارسة الجري، اذهب في جولة مشي صغيرة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مارس إلى 20 مارس: قد تجد نفسك في مواقف حرجة وتشعر في هذه الأثناء بالضعف، طاقتك تتزايد بالتأكيد ولكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعال. توخى الحذر إذا أردت أن تحرز تقدما على حساب الآخرين، فذلك التصرف قد يخلق العديد من المنافسين والمعارضين، ولن يجلب لك هذا إلا المتاعب، في حين أن تأخير مساعيك عن بعض الشيء وانتهاج نمط معيشة هادئ سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي دون فوضى.